السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة حلمى الفيلالي. اليوم ان شاء الله نقدم لكم فطائر تركية كتجي لذيذة بزاف بحشوة ديال الدجاج. نبداو على بركة الله بالمقادير. ونحتاج في الاول في الحشوة الكمية من الدجاج، يعني ستر ديال الدجاج مقطع الى قطع صغيرة تقريبا هنايا 250 غرام. عندي هنايا جوج جزرات محكوكين على هذا الشكل. نحتاجو زيت الزيتون، جوج حبات بصل مقطع رقيق، القليل من الثوم غبره، الا ما تواجدش ديروا جوج دروس ديال الثومه يعني وفرموها تكون رقيقه، سكنجبير، تحميره، قزبر ومعدنوس والملح وفرماج محكوك على حساب الرغبه كميه منه، ملعقه كبيره زبده وابزار. اول حاجه كنشحروا الدجاج بشويه ديال زيت العود وشويه ديال الملح وشويه ديال البزار حتى يتشحر مزيان ويطيب. كنستمروا التحريك على هذا الشكل حتى كطيب الدجاج مزيان عاد تنخرجوا عليه. صافي ها هو الدجاج شحال مزيان. غنحيدو ندير فواحد الطبسيل باش يبان لنا، نعاود نزيد نفردتو هداك الماء اللي كيطلق نحتفظ بيه. ديك ليدان دابا غادي نزيد البصلة نضيف شويه ديال الزيت ونخلي البصله تشحر مزيان حتى تدبال مزيان. كنضيف الجزر، كنضيف شويه ديال الزيت وكنخلط، كنضيف القليل من التحميره، قليل من الإبزار، الزبدة، معدنوس والقزبر، الثوم غبرة. إذا كنتوا غادي ديروا الثوم العادي فديروه من الأول، قليوه مع البصل من الأول. غنزيد شويه ديال الملح، نضيف سكنجبير، صافي ونحرك مزيان حتى تشحر ليا الجزر. دابا غادي نزيد الدجاج بعد ما زدت فردتو رقيق ونخلط كل شيء. دابا غادي نزيد الفرماج ونخلط كل شيء حتى يذوب ونطفي عليه. صافي دابا غادي نطفي عليها ونخليها تبرد مزيان ونحضر هذا الاثناء العجين. العجين فانا غادي نحتاج 500 غرام ديال الدقيق الابيض يكون نوع جيد، جوج ملاعق كبيره ديال حليب غبرة، هذه بودرة، ملعقة كبيرة ديال خميرة الخبز، ملعقة كبيرة ملح، وملعقة كبيرة سكر، ونصف كأس زيت، وماء دافئ باش نجمع العجين. ديروا الدقيق ديالنا في الفصعة، كنديروا السكر، الخميرة نبغي تذوبوها ذوبوها في شوية ديال الماء، الملح، الحليب بودرة، كل شيء، ونضيف الزيت ونخلط مزيان عاد نضيف الماء ونجمع الخليط. صافي وغادي نجمع
الماء، دلفوا شويه بشويه باش ما تجريكمش العجينه بزاف وتعذبكم في الخدمه ديالها. خاص العجينه تكون شويه مجموعه باش كنديروا الحشوه بكل سهوله. صافي غنبقى نضيف الماء شويه بشويه حتى نجمع العجين. صافي ملي كتجمع العجينه فانا كندلكها مزيان حتى كتطلق لي في يديا، كتولي عجين لين. صافي العجينه ها هي تدلكات ورجعات لينه ومرخوفه في يديا. صافي غادي نجمعها ونديرها هنا ونغطيها ونخليها ترتاح مزيان وتخمر، عاد ان شاء الله نشكلها ونعمرها. صافي العجينه ها هي خمرات، غنشدها ونخويها شي شويه ونشكل منها كويرات على حساب الرغبه. واش غنطلق العجينه على هذا الشكل هذا. قطعها الى قطع، حاولوا تكون متساويه باش يجونا كرات متساويين كما بغيتوهم كبار اولا صغار على حساب الذوق ديالكم. نشكلوهم كويرات صغار على هذا الشكل. ما قلت لكم الحجم اللي بغيتو غادي ديروه كبار اولا صغار، انا غنديرهم غير صغيرين. صافي وغنستمر كنشكل كويرات. كنجيب واحد الكره وكنطلقها على هذا الشكل هذا. كما كتلاحظوا العجينه تكون في الوسط غليظه على الجناب باش الحشوه ما كتخرج لياش من تم بحال اللي كنديروا البطبوط المعمر. صافي وكنهز كميه من الحشوه، حاولوا تقسموها على عدد الكرات اللي عندكم. صافي وغادي نجمع بهذه الطريقه هذه، غادي نجمع الاطراف للوسط. يعني طريقه سهله جدا، نتمنى تكون واضحه على هذا الشكل. غنجمع ونثبت هنا العجينه بعضها نلصقها باش ما تحلش على هذا الشكل هذا. صافي ونحطها من بعد عاد نقرصها نفس الطريقه. غادي ندير غير شويه الزيت غير شويه، حاولوا ما تقاسوا هذه الاطراف هذه لان لا تقاسوا بالزيت ما غتجمعناش العجينه في الوسط. فانا غادي نديرها غير لتحت. صافي وغادي ندير الحشوه بنفس الطريقه. ضروري هذه البلاصه هذه تخليوها غليظه. صافي وغادي نجمع الاطراف بنفس الطريقه هكذايا. تلاحظوا وغادي نجمعهم من الوسط بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل حتى تجمع ليا العجينه. تلاحظوا صافي ونحطها ونكمل باقي الكرات كاملين بنفس الطريقه ونرجعوا نشوفوا تتمات طريقه التحضير. كنساليهم كاملين في التشكيل، كنجيبهم وكنقلبهم على الظهر ديالهم باش كنضمن بان العجينه ما غاديش تحل ليا، وكنبرك وانا كنثبت العجينه مره مره باش تبقى مجموعه كما كتلاحظوا بهذه الطريقه هذه. كنقرصهم الى مازال غيخمروا وغيتنفخوا. كما قلت لكم الدجاج ضروري تكونوا يعني تقليوه المره الاولى بوحدو وتحيدوه وتفرتوه مزيان باش ما يخرج لكمش من العجين، يعني كيكون غليظ كيبقى مبوك وتيقطع لينا العجين تكراس. صافي غنهزها وغادي نديرها في صفيحه مدهونه بالزيت نفس الطريقه غندير حتى لهذه. صافي ها هما ساليتهم كاملين، قرصتهم وستفتهم كما قلت لكم فلاطه مدهونه بالزيت، ممكن بعدهم شويه الا مازال غيخمروا. صافي حتى يتخمروا مزيان عاد نطيبهم. صافي ها هما الفطائر ديالي خمروا. غادي نجيب اصفر البيض وغادي نزيد ليه القليل من الحليب تقريبا معلقه كبيره وغادي نخلط مزيان على هذا الشكل. وغادي نبدا كندهن في الفطائر هكذايا، ندهنهم كاملين من الجوانب من كل شيء حتى نساليهم. الفران راني شاعله ماما. صافي كندهنهم كاملين، داك البيض اللي كيشدي كنعاود ندهن. صافي وكنجيب السنجلان، ممكن تزينو بالخشخاش اللي هو البافو كيبقى على حساب الرضا ديالكم. انا غادي نرش عليهم السنجلان على هذا الشكل
الفران راني شعلته حتى يسخن مزيان، ونقص تقريبا واحد 180 درجة يعني العافية تكون مهيلة صافي، وندخلهم يطيبوا على خاطرهم يعني العافية تكون تحت منهم حتى يشدوا راسهم ويتحمروا من تحت، عاد نهبطهم يتحمروا من الفوق. الفائده ديال الفطائر ديالنا بعد ما طيبتهم كما قلت لكم انا مهيله وحمرتهم كيجيو على هذا الشكل، كيجيو زوينين بزاف بزاف في الشكل وفي المذاق ديالهم، وحتى التحضير ديالهم ساهل كما كتلاحظوا الريحه منهم كتعطي زوينه بزاف هما كيطيبوا. هذا هو الشكل ديالهم من الداخل كيجي هكا، العجينه كتجي خفيفه بزاف كما كتلاحظوا خفيفه ورطبه، والحشوه كتجي بنينه لذيذه بزاف يعني كيستحق التجربه. ممكن يعني تقدموهم في وجبات الكوتي، وغالبا انا كنديرهم يعني في العشاء اولا في فطور رمضان الكريم، كيجيو على هذا الشكل هذا رائعين بزاف. كنتمنى تجربوهم، ولا عجبكم هذا الفيديو ما تنساش تبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم وتدعموني بالتعليقات واللايكات وتشتركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، والى اللقاء.